خطوات نحو طريق التقدم. عنوان المؤتمر الثاني الذي عقده مستشفى القصر العيني اليوم في أحد فنادق القاهرة لمناقشة تطوير وحل مشكلات المستشفيات خاصة الجامعية تحت رعاية دكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، وبحضور نخبة من أساتذة الطب والمسؤولين عن إدارة المستشفيات. احنا كنا اول ما مسكنا الجامعة كانت الجامعة مدينة في ملف علاج أعضاء التدريس والعاملين بتسعين مليون جنيه، يعني كان فواتير متأخرة كان 90 مليون جنيه. وصل انه ما كانش في الفرنساوي حتى الاحتياجات اللازمة لإنقاذ الحياة. كان دخل علي الدكاترة وقالوا لي انه الأنبوبة اللي احنا بننقذ بها حياة واحد مش موجودة في الفرنساوي. المؤتمر بيناقش المشاكل اللي بتواجه المستشفيات الجامعية والحكومية من النواحي المالية والإدارية، وبيحاول يحط نقط لحل هذه المشاكل خصوصا في ظروف ارتفاع سعر الدولار وامتناع الموردين عن توريد. فلازم يبقى في تعديل في النظام الإداري اللي يقدر يسهل للمستشفيات في التعامل. القصر العيني الفرنساوي شهد طفرة جامدة جدا خلال السنتين اللي فاتوا، مفيش حاجة أقدر أقول إن هي ناقصة. إحنا الحمد لله يعني حاليا عندنا بنقدم خدمات على مدار الساعة بمنتهى الكفاءة بواسطة أساتذة وطقم من التمريض في غاية الكفاءة. فده طبعا احنا ما نقدرش اقول ان احنا عندنا حاجة ناقصة، بس طبعا احيانا بيحصل زي ما بيحصل في اي حتة تانية يكون في نقص في بعض المستلزمات او في بعض الادوية، فهو دي الحاجات من ضمن الحاجات اللي احنا دايما محتاجين ان احنا نواجهها بحيث يكون الآلية الموجودة ان احنا نخلص، ما يكونش يحصل اي نوع من النقص في هذه الحاجات، تكون حاجة على طول ماشية بطريقة بسيستم بحيث ما يحصلش اي نوع من النقص. بس مستشفى القصر العيني الفرنساوي من اكبر المستشفيات واكثر المستشفيات تطورا، فاحنا دايما كقسم علاج طبيعي متواجد في هذه المستشفى في هذه المنظومة بندور دايما على كيفية تطويرها ومتابعة تطوير المستشفيات. فتحنا حاجات كتير لان احنا جهاز الرنين الجديد من احدث الاجهزة الموجودة في القصر العيني. القسطرة احنا جبنا 2 قسطرة غير القسطرة اللي كانت موجودة اوريدي في المستشفى. فتحنا وحدة مناظير من اعلى مستوى. فطبعا ثانيا احنا طورنا حاجات كتير، عملنا وحدة سموم وطورنا بعض الزونات على اساس ان احنا عملناها للدرجة الاولى على اساس انها تخدم قطاع معين. فده طبعا اتغير جامد جدا لان احنا كان في سنين كتير كل من منذ افتتاح مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد ما كانش فيه اي تطور لاي حاجه في المستشفى. نقص المستلزمات واسلوب الممارسات والمناقصات الحكوميه للادويه في ظل ارتفاع سعر الدولار اهم ما تم مناقشته في المؤتمر، ومن المتوقع ان يخرج بنتائج تعرض على الهيئات الحكوميه لحل تلك الأزمات. آية إيهاب، صباح دريم.